كابتن تحكم احمد، بيها. عايز مين بكره يلعبوا ثلاثه في نص الملعب؟ شايف مين الافضل بكره؟ لو حمدي فتحي تواجد هيبقى حمدي فتحي والسوليه والنني طبعا، يعني الثلاثه دول انا اعتقد ان هم ظهروا بشكل كويس. لو حمدي بكره موجود ان شاء موجود الله، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يبقى تمام، يبقى حمدي فتحي والسوليه والنني، وانا شايف ان هم بيقوموا بالدور ده بشكل كويس. ولكن مهم يا كريم، احنا ليه في ماتش المغرب وكوت ديفوار احنا كنا مبسوطين؟ لان التلت اللي قدام كان شغال بشكل كويس وهدد مرمى كوت ديفوار وهدد مرمى المغرب، فبالتالي احنا كنا سعداء، لان طول ما انت في توازن دفاعي بشكل كويس وفي شكل هجومي انت بتحس ان احنا عندنا منتخب وعندنا شخصيه منتخب. انما مساله ان انا ادافع بس، ان انا امن وادافع بس على حساب النواحي الهجوميه، انا اعتقد ده هيبقى مشكله بالنسبه لنا، وده ممكن يكون فيه مشكله بالنسبه لنا. يعني حتى الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب سواء السوليه او حمدي فتحي، ممكن حمدي هو اللي بيقف سته ما فيش مشكله خالص مع الناس اللي هم المدافعين كنوع من انواع التامين، انما لازم ان يكون لي دور هجومي ولازم السوليه يكون لي مسانده هجوميه، على الاقل مسانده هجوميه، لان لما بتقرب خطوطك من بعض اعتقد ان بيسهل علينا وبيقلل الضغط من على الخط الخلفي بتاع الدفاع بتاعنا. صحيح. طيب